مريدنا الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. سعاده متبادله. بعد اكثر من نصف قرن في الدعوه تبارك الله، لو تلخص حضرتك النصف قرن في جمله للناس تقول ايه؟ اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم، واذا اردت الاخره فعليك بالعلم، واذا اردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة يخسرهما معا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما شاء الله. حضرتك نفس السؤال؟ نفس السؤال. والله أنا أقول بعد أكثر من 50 سنة في الدعوة، الله شرفنا أن نكون يعني من ورثة الأنبياء، فعندما نخلص النية لله سبحانه وتعالى يوجد لنا القبول في السماء وفي الأرض، وهذا من كرم الله سبحانه، ليس لعلمنا ولكن لفضل الله أولا وآخرا. بارك الله فيك. إذا علم الله منك تطبيقا لما تقول وإخلاصا فيما تقول كتب لك القبول. الله أكبر. ربنا يرضى عليك يا رب. الله يخليك. شكرا الله كمان. سعدنا بك. الله أتعبناك معنا. أعوذ بالله. سامحنا. الله بيعلم المودة والمحبة. الله يرضى عليك. في أمان الله.